بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لله تكبير، لله تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لله تكبير، لله تكبير، لله تكبير. والله ما أجمل التلاوة وما أجمل اللهجة. قد أثنى على أيها الشيخ كتلاوة الشيخ عبد الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله عليك، أكرمك الله في الدارين يا شيخ. اللهم وفقنا بتلاوة القرآن، بتلاوة الشيخ. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. إنه لقول رسول فلا أقسم بالخنس.
فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما تشاءون إلا أن يشاء صدق الله العظيم.